طيب حد عند ماجدة، انت عندك سؤال؟ افتح لك المايك، انزل ايديك. طيب دلوقتي بقى هنكمل، نعمل شير بس كده. احنا كده خلاص خلصنا الجزء بتاع أنظمة العد والخاص بالبرمجة. دلوقتي هنتكلم عن ال دلوقتي هنتكلم عن الجزء الثاني المهم قوي المفروض نراجع عليه، هو الشبكات. الشبكات يعني ايه شبكة اصلا يا مس؟ الشبكة هي اتصال اكتر من جهاز مع بعض، يعني جهازين او اكتر مع بعض بهدف او لغرض معين او بهدف معين. يعني مثلا انا موصلة الكمبيوتر والموبايل عشان انقل صورة مثلا، يبقى انا كده عاملة شبكة، ماشي؟ او انا موصلة اللابتوب بالطبعة علشان اطبع ورقة، يبقى دي شبكة، هدف ان انا اطبع ورقة. او ان انا موصلة الجهاز بتاعي بالانترنت عشان اديكم الحصة، يبقى انا كده عاملة شبكة، تمام؟ يبقى ايه هي الشبكات؟ الشبكة بتستخدم لربط الأجهزة ببعضها بهدف معين. طب الشبكات دي يا مس عندي أنواع كتير قوي من الشبكات. شبكات مكان، يعني بتسمى شبكات قصيرة المدى. يعني ايه قصيرة المدى؟ يعني في مكان صغير، جوه بيت، جوه شقة، جوه مكتب، ان انا موصل اكتر من جهاز جوه مكان صغير، جوه شقة، جوه مكتب، جوه مكتبة، تمام، جوه معمل. وفي حاجة اسمها شبكات، دي شبكات واسعة المدى. يعني ايه واسعة المدى؟ يعني انا مثلا انا جهازي موصلاه يعني انا دلوقتي حالا انتوا سامعيني وشايفيني، صح؟ ليه سامعيني وشايفيني؟ النتيجة لإيه او ازاي؟ النتيجة ان الجهاز بتاعي متوصل بالأجهزة بتاعت، صح ولا غلط؟ طيب الجهاز بتاعي متوصل بالأجهزة بتاعتكو دي عن طريق شبكة، بس شبكة واسعة ولا قصيرة؟ الجهاز بتاعي متوصل بالأجهزة بتاعتكو عن طريق شبكة، واسعة المدى ولا قصيرة المدى؟ شاطر يا أحمد، يا صالح شاطر، شاطر يا مازن. ايه ده؟ شبكة واسعة، ليه واسعة؟ مش فاهم. حاضر يا محمد يا أحمد. واسعة لأن أنا هنا مثلا في مصر و واسعة ليه؟ لأن أنا مثلا أنا هنا في مصر، ومثلا حد تاني في الكويت، حد تاني في الإمارات، حد تاني في السعودية، يبقى احنا مش في مكان ضيق، احنا في مكان واسع بعيد جدا عن بعض، والشبكة قادرة تغطي ده كله. طب اسألكوا سؤال، شبكة البلوتوث، شبكة البلوتوث دي شبكة قصيرة المدى ولا واسعة المدى؟ ايه رأيكم؟ شاطرة يا جودي، شاطرة يا أحمد، يا صالح، لا يا محمد، يا إبراهيم، شاطر يا إياد، شاطرة يا جودي، يا هشام، شاطر يا عبد الرحمن، شاطر يا زياد، شاطر يا عبد العزيز. طبعا الكلام ده أخدناه السنة اللي فاتت. ليه بقى قصيرة المدى؟ لان انا مثلا لازم يكون الجهازين جنب بعض. لو انا انحرفت شويه بعيد، ازيك يا رودين، لو انا انحرفت شويه بعيد خلاص مش هيلقط شبكه
ومش هيشتغل معايا. لكن شبكة الإنترنت عادي لو أنا في أي بلد أقدر أتواصل مع أي بلد تانية، مش لازم أكون قريب منها أبدا. يبقى دي معنى واسعة المدى، إنها بتغطي مساحة كبيرة وتقدر تتواصل مع الناس في أماكن بعيدة. ماشي؟ ده معنى واسعة المدى، دي معنى واسعة المدى. لكن قصيرة المدى يعني في مكان في مكان ضيق أو في مكان صغير، أو زي ما زمان كنت بعتولي على الشات اللان والوان. تمام. طيب يبقى انواع الشبكات عندي لان ووان. لان يعني محلية، ودي بيكون دي بتكون قصيرة المدى، ووان ودي بتكون واسعة المدى، بتغطي مساحة كبيرة. تمام كده. لحد هنا في حد عنده اي سؤال؟ نعم يا محمد يا رام. طيب حاضر، هفتح لك المايك. ارفع ايدك بس عشان افتح لك المايك. ماشي، قول يا رامي سؤالك. يا ماشي، نعم، السرعة مش شايفة كويس، وأنا بحاول أقرأها مش عارف أقرأها كويس. ليه ما تقرأهاش؟ أنا مش عايزاك تقرأها، أنا عايزاك تفهم اللي أنا قلته. أهو مش أنا متابع، كده ما شايفها سمعتكيش كويس؟ كويس. كده شايفها كويس؟ ماشي كده كويس. طيب ماشي، عندك سؤال بقى فيها؟ حاضر يا محمد، اهو ايه سؤالك يا محمد؟ خلاص انا بس بقول خلاص انا شايفه كويس كده دلوقتي. طيب حتى انا عندي سؤال، قول يا عبد الله ايه سؤالك؟ انا مش عندي نعم، سؤال. ايه سؤالك يا عبد الله؟ طيب يا محمد يا أحمد، إيه سؤالك؟ اتفضل. يا مس، هي نعم، هو عن شبكة التنقير تحت خالص الحتة الأخيرة. السؤال مش سؤال، الحتة رقم 3 أنا مش شايفها كويس بسبب قدرة كتلة المستح النقطة. يا جماعة، سيبكم التفاصيل دي، أنا بس اللي أنا بشرحه، فاهمينه؟ يلاقي لحد دلوقتي فاهمينه، بس انا انا لسه فاهم. اصلا لسه احنا ما قلناش الكلام ده كله.
دلوقتي الجزئين اللي انتوا شغالين نفسكم بيها دي موضوع اللي هو تقسيم الشبكات حسب البعد. لو حاجة قريبة قوي يبقى اسمها لان، لكن لو حاجة بعيدة يبقى وان. طيب المكونات بقى دي والكلام ده مش يعني مش مطلوب منكم دلوقتي. هتاخدوا بقى السنة الجاية هتاخدوا ازاي نعمل شبكة. هتاخدوا ازاي نعمل شبكة. الشبكة طبعا في حاجة اسمها مزود خدمة الانترنت، فاكرينه اخدناه احنا قبل كده. يعني ايه مزود خدمة الانترنت؟ مزود خدمة الانترنت هو اللي هو الشركة اللي بنتعاقد معاها. ارفع ايدك يا محمد عشان اشوفها. هو الشركة اللي بنتعاقد معاها عشان توصل الانترنت، زي فودافون، زي اتصالات، زي كده. دي اسمها ده اسمه مزود خدمة الانترنت. ماشي. ايوه يا محمد، ايه سؤالك؟ يا مس، هو احنا لما نعمل شبكة كده على طول تاني كده يا محمد، ايه اللي عايز بفلوس؟ مش فاهم ايه يا عبد الرحمن. اسأل يا عبد الرحمن سؤالك، يلا مش فاهم ايه. فهمت الدرس نعم، الحتة دي، مش عارف الحتة دي. اللي هي الاي اس بي مزود الخدمة. حاضر. ماشي. كنا بنتكلم ونقول ان مزود، ان انا النت بيجي لي ازاي، يعني ازاي النت بيوصل لي عندي، يوصل عندي في البيت. اول حاجة عن طريق الراوتر، في راوتر موجود عندي في البيت. طب الراوتر ده بيجيب النت منين؟ يجيبه من الشركة، بيبقى متوصل كده اسلاك لحد الشركة. الشركة دي اسمها مزود خدمة الإنترنت. اسمها ايه؟ مزود خدمة الإنترنت. اللي هي اي اس بي. ماشي. حتى الخط يا تقى، حتى الخط ده بيجي منين؟ بيجي عن طريق، بيجي من شركة. انا النت اصلا عموما بيوصل لي من شركة، لازم شركة تزودني بالانترنت، مش هيجيلي من نفسه كده، لازم اكون متعاقدة مع شركة هي اللي بتزودني بالانترنت، سواء باسلاك او هوائي. لما انا ماشي، انا معايا اهو خط فودافون، اقدر استخدم النت الهوائي، بس في كل الاحوال لازم يبقى شركة هي اللي بتزودني بالانترنت. الشركة دي اسمها اي اس بي، أو مزود خدمة الإنترنت. ماشي. طيب يبقى أنا بيجي النت من مزود خدمة الإنترنت لحد إيه؟ لحد الراوتر بتاعي. ويبقى ساعات بقى في حاجة في النص، وبعدين يدخل يبدأ يتقسم على الأجهزة بتاعتي.
يبدأ يتقسم على الأجهزة بتاعته. في حاجة ساعات في النص بقى اسمها السويتش أو المحول، ده بقى اللي هناخده السنة دي. المحول ده يقدر يفتح، لو أنا عندي شركة أقدر عن طريق ده كأنه كده مفتاح، كأنها سكينة كده، أقدر أوصل النت للدور الأول وأفصله عن الدور الثاني. عن طريق المحول ده أقدر أوصل أو أوصل أجهزة وأفصل عنها الإنترنت بمنتهى البساطة. ماشي؟ لحد هنا يا جماعة في أي حاجة مش مفهومة؟ مش ممكن تعدي الحتة اللي قبل ديت هتبقى ايه؟ اللي هي ال ISP؟ ال مش اي اس بي فاهمها. هو مزود خدمة الإنترنت. يعني ايه مزود خدمة الإنترنت؟ كله تمام يا مدام. نعم، مزود خدمة الإنترنت هي فاهمين الشركة، يعني؟ فاهمين. هي الشركة أو المكان اللي بيديني إنترنت، اللي بيزودني أو بيوصلني عن طريقه أو من خلاله الإنترنت. يا ماشي، ما انت هتبعت لنا الواجب فين؟ هيوصل لكم على الجروب، إشراف ماشي هيبعت لكم على الجروب. يا ماشي. نعم، هو اللين لازم عدد أجهزة معين ولا أي عدد أجهزة، بس المهم يكونوا في نفس المنطقة؟ هي ايه تاني كده؟ اللين لازم عدد أجهزة معين ولا أي عدد أجهزة، بس المهم يكونوا في نفس المنطقة يعني قريبين لا من اي بعض. لا لا اي عدد اجهزه، يعني مثلا احنا في البيت اهوت ممكن يبقى معانا لابتوب ومعانا تابلت ومعانا 2 تليفون ومعانا كمبيوتر، واللي كلهم متوصلين وكلهم متوصلين بالبتاع بالجهاز، صح؟ وكلهم متوصلين بالراوتر عادي. اه بالراوتر يا توقع شطور. طيب يا شباب، فاضل حاجتين اخر نتكلم فيهم النهارده. طبعا كلنا عارفين ان الكمبيوتر بيتكون من ايه وايه. ها، هاردوير وسوفتوير، صح ولا لا؟ طب لما اكون انا صح. هبرمج يبقى انا كده بتعامل مع هاردوير ولا سوفتوير؟ برافو عليك، سوفت وير برافو عليك. لما بكون هو ايه الهاردوير وايه السوفتوير؟ الهاردوير هي الهاردوير هي اي مكون من مكونات الجهاز اقدر، لا اقدر المسه او اشوفه او المسه. ماشي؟ السوفت وير بقى هو البرامج والتطبيقات والالعاب الموجودة على الجهاز. طيب انا في البرمجه ماليش دعوه اوكي. خالص بالاجهزه، يعني ماليش دعوه ولا بالمايك ولا بالشاشه ولا الكلام ده كله. انا كل شغلي على البرامج، على التطبيقات، على السوفت وير. يبقى انا حاجه اخدناها قبل كده، يبقى انا بقى عندي مشكله في الجهاز على فكره، والمشاكل المحتمله في مع في اجهزه الكمبيوتر برضه هتعوضوها السنه الجايه تاني، عشان تبقوا عارفين. لما يكون عندي مشكله في الجهاز دايما الاول اول سؤال بساله لنفسي، هي المشكله في الهارد ولا في السوفت، صح ولا لا؟ الاول بحدد هي المشكله عندي في الهارد وير ولا في السوفت وير عشان اعرف احلها ازاي. يعني مثلا لو الجهاز ما بيشحنش دي تبقى مشكله هارد ولا سوفت؟ هارد 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 وير
الاول هشوف، هاردوير. الاول ما اعرفش، انا ما اعرفش الاول هشوف، انا هجرب احط الكابل بتاع الكمبيوتر، لو الكابل بيشحن او اجرب احط الكابل في جهاز تاني لو شحن، او اجرب كابل جديد على الجهاز بتاعي، لو انا حاطط الكابل بتاعي في جهاز تاني وشحن الجهاز التاني يبقى لا، يبقى المشكلة في ايه؟ ممكن يكون عندي انا يا اما البطارية مش بايظة مش شغالة، يا اما عندي مشكلة في السوفت بتاعي، الكمبيوتر موقع سيستم مثلا. من ساعات يا جماعة اجي افتح الكمبيوتر ما رضاش يفتح خالص، دي هارد ولا سوفت؟ ده لما انا قفص لو الشاشة مش مكسورة، لا لو الشاشة مش مكسورة ما وقعش مني، يبقى دي مشكلة سوفت. يعني ممكن يكون الهارد ايه، الهارد سقط، الهارد وقع صح ولا لا، يكون الويندوز او نظام التشغيل محتاج يتغير، يبقى دي كلها مشاكل سوفت وير. خلاص طيب والله. نعم. طيب كنت عايزة أقول لكم إيه تاني يا مس؟ آخر حاجة أقولها النهاردة، لو في حاجة اسمها يا جماعة، يعني دي برضو هقول نبذة مختصرة عنها، هتضاف التفصيل قوي قوي السنة دي، ده برضو عنوان مهم قوي تاخدوا بالكم منه، السحابة الإلكترونية، السحابة الإلكترونية أو الكلاود. يعني ايه السحابه الالكترونيه؟ ايوه يا محمد، يقدر يهكر الراوتر طبعا، عشان كده ينصح، عشان كده بننصح دايما ما تستخدمش اي راوتر مجاني، يعني اي واي فاي مجانيه او عامه في الشوارع ما تستخدمهاش، لانه ممكن يكون اصلا متهكره او تكون ايه، ده اسبام في فيروس. ممكن تكون هاكر ايوه بتجسس على معلومات، أو ممكن الراوتر ده يبقى بايظ. لا هو مش هيبقى بايظ، هو ده مش شغال مش بايظ، هو ممكن يكون هاكر، فما ينصحش ان احنا نستخدم اي واي فاي عام، شبكه اي شبكه اتصال، اي يعني شبكه واي فاي عامه في المحلات او في الشوارع او في الاماكن العامه، ممكن يكون وخصوصا يا لو هي مس اللي مجانيه. ملهاش كلمة مرور، اللي ملهاش كلمة، ايوه بالظبط كده، خصوصا لو هي من غير كلمه مرور. أو ماشي ممكن كده، يا مس يكون فيها فيروس. بالظبط كده. السحابه الالكترونيه ديت يا جماعه، يعني هنت كده مختصر عنها، هي ان انا اقدر اخزن معلومات وملفات مش على الجهاز بتاعي، لا على خوادم او على السحابه، على موقع مثلا جوجل، كنا يقول لك انا رافع صوري ورافع ارقام اصحابي على الكلاود، على السحابه، عشان حتى لو التليفون ضاع او باظ او اتكسر، اقدر اوصل لصوري والمعلومات المهمه من اي جهاز تاني عن طريق ايه، عن طريق الايميل بتاعي. انت ايه هي دي الكلاود؟ الكلاود او السحابه الالكترونيه هي طريقه لتخزين الملفات الهامه على ايه، على خوادم بعيده. يعني ايه خوادم بعيده؟ يعني الاجهزه الخاصه بالشركات، يعني جوجل عامله كده سحابه اسمها درايف، اقدر اخزن عليها كل المعلومات واوصل لها من اي جهاز تاني، مش لازم يكون معايا نفس الجهاز، ما دام انا عارفه الايميل بتاعي من اي جهاز اقدر ادخل الايميل واوصل المعلومات بتاعتي. حد عنده اي سؤال يا جماعه في اللي انا شرحته النهارده؟ في اي اسئله في اللي انا شرحته النهارده يا شباب؟ طيب يلا أشوفكم على خير إن شاء الله، سلام، سلام يا مس، سلام، سلام مع يا مس، السلامة. سلام يا مس، سلام.